السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم بالتغطية الخاصة حول أحداث لبنان والحرب الغاشمة التي تقوم بها العصابات الصهيونية على الشعب اللبناني الشقيق. نعزي الإمام الحجة ومراجعنا العظام وكافة المقاومين الإسلاميين والمقاومين في العالم والأحرار بمختلف قارات الكرة الأرضية باستشهاد زعيم المقاومة وسيده السيد حسن نصر الله، ربي يرحمه برحمته الواسعة. هذا الاعتداء الإسرائيلي الغاشم اللي استخدم قنابل لأول مرة بتزويد اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، قنابل يعني ممكن محرمة أيضا دوليا، ما زالت الجرائم مستمرة بدون إدانة حقيقية. مجتمع دولي أعور ينظر بعين واحدة. الأحداث كبيرة حقيقة. حاولت أنه أحدد فد مقدمة اليوم تخص هذا الحدث الكبير، كتبت كثير من المقدمات لكن ما أي مقدمة ما تنفع. خسارة السيد حسن نصر الله خسارة كبيرة عظيمة جدا، تذكرنا برحيل أبو مهدي المهندس الحاج قاسم سليماني، قد تكون أعظم وأشد. من عمر 32 سنة هو المسؤول وهو الأمين العام لحزب الله بريعان شبابه، أفنى زهرة شبابه بالمقاومة، قدم ابنه شهيد على طريق القدس. ولكن بالمنطق وبالعقل اليوم شخصية مثل السيد حسن نصر الله يعني ايش نتوقع نهايته؟ شنو مثلا يعني والله يصعد عنده مثلا السكر أو يموت بحادث سيارة أو فد مرض معين؟ كان يطلب ويتمنى الشهادة بكل خطاباته بكل إطلالاته الشعبية يتمنى، وهذه هي النهاية. هنيئا له أبا هادي العزيز الحبيب، هنيئا لك الشهادة. الحمد لله والشكر. طبعا أحبة المشاهدين، تغطية قناة الأيام الفضائية مستمرة بمختلف ساعات اليوم ومختلف الضيوف. نرحب بضيفنا العزيز الأستاذ عباس الجبوري مدير مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ ظفر، حياك الله، نعزيك بهذا المصاب الجلل. الله يسلمك. الحدث اليوم أو أمس الذي اليوم أصبح حديث العالم ووكالات الأنباء، تأثير اليوم على محور المقاومة، على الواقع اللبناني، على أسس الصراع الآن، الصراع الوجودي مع الكيان الصهيوني. تحية لك أستاذ ظفر وشكرا لهذه المقدمة الجميلة التي تتناسب مع حجم هذه الكارثة، وتحية لجمهورك العزيز والصبر والسلوان لكل أبناء المقاومة الذين فقدوا رمز لا يمكن أن يعوض. السيد حسن نصر الله سيد المقاومة بمعنى الكلمة، وفقدانه هو حقيقة مؤثر جدا، فهنيئا له. كان يتمنى هذه الشهادة، وقبل أسبوع كان يودع عائلته ويقول لهم أنا المستهدف فعليكم أن تذهبوا خارج لبنان، وهو يدرك أن حياته ستكون في خطر. هؤلاء العظام لا يؤمنون بالموت بل يؤمنون بالشهادة، ولا يؤمنون بأن الحياة ممكن أن تتوقف، لا، هم مع عجلة الأيام. ولعل هذا اليوم هو يوم عصيب بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة لهم يوم سعيد لأنهم كانوا يتمنون الشهادة. قد يسقط قائد هنا أو يسقط قائد هناك، ولكن لن تتوقف عجلة المقاومة. نعم الجرح عميق، والقائد الذي استشهد كبير ورفاقه معه، لكن طريق الحق وطريق الشهادة طريق طويل لا يمكن أن يختزل بحقبة زمنية. يعني كان بإمكانه أن يذهب ويختفي في أي مكان ولن يصله الكيان الصهيوني، لكنه كان في المكان الصح، وكان في المرحلة الصح، وكان يقود في المجال الصح، لذلك ضحى بنفسه. والجود بالنفس هو أقصى غاية الجود. أنا أعتقد العالم هو من اغتال حسن نصر الله. العالم
دموعه غالي، دموعه غالي استاذ عباس. ادري الجرح كبير، الخذلان الدولي والخذلان العالمي كبير جدا. الحمد لله والشكر. لانه نعم العالم منذ 3 أيام يرى حجم الدمار في جنوب لبنان ولم يحرك ساكن ولم يتحدث حتى بشيء قليل، رغم ما تمر به المنطقة، لا مجلس الأمن ولا المنظمات الدولية ولا الدول الكبرى ولا حقوق الإنسان، لم يشعروا بما يفعله الكيان الصهيوني في هذه البقعة. إذن العالم هو مسؤول عن اغتيال هؤلاء، يتحمل مسؤولية هؤلاء، لأن مجلس الأمن الذي تحول إلى دكان في الولايات المتحدة لم يحافظ على السلم الاجتماعي، لن يحافظ على كرامة الإنسان. فعلوها في غزة، قتلوا الأطفال وقتلوا الأبرياء وقتلوا الشيوخ ودمروا وهجروا أكثر من 1,000,000. هل كانت الكيان الصهيوني هو يقاتل المقاومة؟ لا، كان يقاتل الأطفال، وعندما جاء إلى لبنان كان يقاتل الأبرياء، والعالم لم يسمع شيء حتى حصلت هذه الكارثة وحتى حصل هذا الاستشهاد العظيم. أنا أعتقد المقاومة في كل محورها، نعم خسرت خسارة كبيرة، ولكن العزيمة ستكون أقوى وسيكون الرد أقوى. نعم، وستكون هناك دروس في ضرب هذا الكيان المسخ، لأن هذه المرة استطاع أن يصل إلى عمق المقاومة. والسيد حسن نصر الله ليس بالإنسان السهل والهين، فهو منذ عمره 32 إلى أن وصل 63 كان يقاتل ويجاهد ويكابر ويقود، وكان لديه الحكمة الكبيرة في سبيل قيادة المقاومة ووصلها لها. دائما يقول أنه الأمة أو الحزب الذي يستشهد أمينه العام فهذه أمة قوية ولا تموت. أكيد السيد عباس مو سوي قبله استشهد. نعم. يعني إحنا شوف عندنا قادة استشهدوا، لكن المقاومة لم تتوقف، المقاومة ولادة. ربما عندما يستشهد قائد بحجم السيد حسن نصر الله سيلدون قادة كبار، أنا لا أقول يعوضوه، ولكن أقل شيء يحملون هذا الفكر الكبير. المقاومة فكر، العقيدة فكر، وهذا الفكر فكر كبير لن يستطيع أحد محيه. لذلك اليوم جميع أبناء المقاومة وجميع، يعني اليوم كنت أتحدث أنا قبل بدء البرنامج، نعم الكل يتأسف على سيد حسن نصر الله فعلا، حتى العلمانيين الليبراليين بالضبط، التشرينيون هنا عندنا في العراق منشوراتهم هم يتأسفون على هذا الرجل، لأن هذا الرجل كان يدافع، لا يدافع عن لبنان وحدها بل يدافع عن كرامة أمة بأكملها. وهذه الأمة للأسف الشديد اليوم، هذه الدول التي تتكون منها الأمة تخاذلت وخنعت للكيان الصهيوني وسارت في طريق التطبيع، وهي تمتلك ترسانة من الأسلحة، ولكنها غاب ضميرها فتركت المقاومة وحدها تجاهد. أستاذ عباس شنو اليوم يخلي هذه الدول، واليوم احنا نتكلم مو على دول صغيرة، يعني مثلا المملكة العربية السعودية تركيا مصر، تترك أبناء جلدتها، تترك سيد مثلا حسن نصر الله العربي المسلم وتتجه مع نتنياهو الصهيوني. يعني تخيل، هل هناك تهديدات أيضا عليهم أو تخيل أستاذ ظفر، لو هذه الدول التي تحدثت عنها بما تمتلك من ترسانة من الأسلحة، فقط في زمن ترامب اشترت السعودية ب400 مليار بالضبط دولار سلاح، ومن أحدث السلاح في العالم. تخيل هذه الدول التي نتحدث عنها لو كلها طيرت طائرات وكلها ضربت صواريخ نحو إسرائيل، ألم تمحيها؟ لكن غياب الضمير وغياب المسؤولية وغياب الإحساس والحفاظ على الكرسي هو من يجعل هذه الدول أن تسير في طريق التطبيع، وهي تترك اليوم المقاومة تذبح بحجة أنه عدم مسؤوليتها. لذلك أنا أعتقد المقاومة تدرك أنها هي وحدها من يتحمل هذا المشروع. اليوم الكيان الصهيوني مشروع، هم لا يتوقفون عند قتل حسن السيد حسن نصر الله، صدقني هم يبحثون عن تقسيم، يبحثون عن هيمنة، يبحثون عن تدمير الأمة، حلمهم من الفرات إلى النيل هذا يبحثون فيه. لكن من أفشل منذ أن جاء الربيع الأسود؟
وبعده عش الدبابير داعش بالضبط، وبعده صفقة القرن والتي أفشلت عندما أرادوا أن ينقلوا الفلسطينيين للأنبار. نعم، كل هذه أفشلها محور المقاومة الذي يمتد من غزة لبنان فلسطين عفوا سوريا العراق اليمن. محور المقاومة هو من أوقف هذا المشروع الإسرائيلي الصهيوني، لذلك هذا المشروع مشروع كبير لن يكتفوا بما استشهد هذه الليلة. بالضبط، ماذا بعد استشهاد السيد حسن؟ أنا أتصور إن لم يقف العالم، رغم أننا لا نثق بالعالم، نعم، ربما سيجتاحون الجنوب اللبناني، وهذا ما يجدو اجتياح ممكن كما فعلوا في عام 2006 عندما احتلوا 120 كيلو خلف نهر الليطاني. ممكن اجتياح كامل، يعني مثل اللي حصل في بداية الثمانينات ممكن تقريبا، ممكن أو ممكن لا، أنه نقدر نقول أنه نفس خططهم على 30 كيلو عمق، لأنه في العمق، لأنه هم يهدفون إلى تدمير حزب الله. هم عندما جاءوا إلى غزة كانوا ينون إلى تدمير المقاومة، ولكنهم فشلوا فشل ذريع. ليش؟ لأنه حتى أحدهم كان يتحدث، نائب الرئيس يعني نائب القائد العسكري في غزة، قال نحن نقاتل أشباح، ودمرت دباباتهم ودمرت أعتدتهم ولم يستطيعوا الوصول إلى غزة، رغم أنه يعني هم حوطوها من كل الجهات ولكن لم يستطيعوا دخولها. وهذه الدبابات التي أصبحت الآن ركام تشهد بذلك. أيضا في لبنان، لبنان قبل 3 أيام أطلق في حملة واحدة 100 صاروخ، وكلها كانت أهداف استراتيجية. اليوم جيش العدو الصهيوني يتخوف من عملية برية. هو شوف، لأن اليوم إحنا نتحدث ولدينا مثال، نعم، وعندنا مثال غزة، نعم، هذه الرقعة الجغرافية ضيقة جدا، نعم، عكس جنوب جنوب لبنان. الكيان الصهيوني يمتلك السلاح الجوي، والسلاح الجوي مثل ما تعرف حضرتك مؤثر جدا، فهو يقصف ويشرد ويهجر، وبالتالي يزرع الرعب في الناس. فأكيد أنت يعني اليوم حزب الله أيضا لا يريد أن يكون هناك ضحايا وأن شهداء. بالضبط. على فكرة وصل عدد الشهداء أكثر من 2500، أعلن وزير الصحة اللبناني هذا. نعم، ربما أكثر يكون. هذه طبعا نتوقع من هذا الكيان المسخ أنه يستمر في غية ويستمر في القصف، والدليل على هذا منذ ليلة الأمس ونهار هذا اليوم هو يقصف في المدن الآمنة، يقتل الأبرياء، يدمر المدن، يدمر كل ما موجود. فما نتوقع منه، يعني نتوقع منه أنه ممكن أن يتقدم بريا وبالتالي يصل إلى جنوب لبنان ويتحمل المسؤولية. لكن هو قبل 3 أيام على فكرة كان عندما تم إطلاق صواريخ بمستوى عالي جدا، نعم، وحتى المقاومة العراقية ساهمت في 6 ضربات بإطلاق طائرات مسيرة، نعم، وكانت ضربات حقيقة ودقيقة جدا. بالضبط، أحرقت أحد القواعد. يعني البعض، شوف أستاذ ظفر، البعض يتحدث من أنه المقاومة لم تقتل أحد من إسرائيل إلا العدد القليل. المقاومة مقاومة شريفة لا تقتل الأبرياء. لو تريد هذه الصواريخ أن تسقطها في المدن وتقتل الآمنين لقتلة المزيد، ولكنها هي تطلق الصواريخ بكل دقة على الأماكن الحساسة والمؤسسات. وأثبت حزب الله بهذا الموضوع، نعم، عندما إصدارات الهدهد كان، نعم، يقولهم أنه هذا تجمع سكني في مثلا كريات شمون، نعم، أو غيرها، نعم، هذا لا تصلونه لا تضربونه. بالضبط، هذه يسموها الحرب الشريفة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. المقاومة، نعم، هي الفلسطينية أو اللبنانية أو أي محرم مقاومة، لا يريدون إيذاء الناس. فلذلك كانت الضربات قبل كم يوم، قبل 3 أيام أو 4 أيام طلبوا هدنة، وهي معارضة فرنسا. بالضبط، طلبوا هدنة 21 يوم. الغرض من هذه الهدنة لأنه وصلوا إلى قناعة تامة بأن الصواريخ التي يمتلكها حزب الله، رغم أنه بهذا المرحلة اللي يمر بها، أنه ممكن أن تصل إلى أبعد شيء، خاصة بعد، نعم، تدمير إيلاف وتدمير أماكن محطة المياه، بعض المحطات النفطية، أماكن استخراج النفط، كل هذا وصلتها الصواريخ. لذلك لم تمر هذه، يريدون التغطية على انتصارات غزة وعلى الدمار اللي جعلوه في غزة، أخذوا يطلبون. نعم أستاذ عباس، نعم. طبعا أحبة المشاهدين نرحب بضيفنا من بيروت الأستاذ وسام ناصيف المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ وسام. أهلا بكم، تحية لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام.
نعزيك بهذا المصاب الجلل، نعزي الشعب اللبناني الشقيق. قبل ما نبدأ تحليلاتنا اليوم، هذا الخبر كيف اليوم ردود الأفعال في الضاحية الجنوبية في بيروت في عموم لبنان استشهاد السيد حسن نصر الله؟ يعني حالة من الحزن الشديد، حالة من الألم. سماحة السيد حسن نصر الله رافق هذا المجتمع وهذه البيئة لأكثر من 30 عاما، لم يقودنا سوى للانتصارات، لم نكن نهتم لأي من الأمور التي قد تطرأ، لأن كان سماحة السيد حسن نصر الله موجودا ويمكنه أن يحلها ويقوم بحلها بحكمة وبدراية وبعقلانية. سماحة السيد حسن نصر الله هو خسارة ليس فقط للبنانيين، هو خسارة لكل حر وشريف في العالم. اللبنانيون في حزن كبير. من ناحية أخرى هي حتما ضربة قاسية ولكنها ليست قاضية، لأن سماحة السيد حسن نصر الله لا يرضى ولا يقبل بأن تكون دماءه سببا في انهزام هذا المجتمع، وإنما ما يرضاه وما نرضاه لدمائه أن يكون دمه سبباً لانتصار هذه البيئة وهذا المجتمع. نعم أستاذنا العزيز أستاذ وسام، الضربة قاسية، الخسارة كبيرة، صحيح. الفراغ الذي سيتركه وتركه السيد حسن نصر الله فراغ كبير جداً، ولكن هل اليوم أن نتكلم عن مؤسسة عمرها كبير جداً من الثمانينات إلى اليوم، يعني عمر كبير جدا، هل اليوم باستطاعة حزب الله الاستمرار بنفس النهج، الاستمرار بنفس الحيوية؟ أستطيع أن أؤكد لك وأن أعطيك دليلا من مسار حزب الله. حينما استشهد السيد عباس الموسوي عام 1992، أنتج حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله كأمين عام له، والكل رأى ما كانت نتيجة هذه العملية. الإسرائيليون ندموا على اللحظة التي اغتالوا فيها السيد عباس الموسوي، هم يقولون ويعبرون عن هذه عن بهذه المقولة. البنية القيادية لحزب الله، البنية المؤسساتية لهذه المنظمة قادرة على إنتاج القادة وعلى ضخ القادة بشكل دائم. طبعا هناك خصوصية كبيرة لسماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله وأرضاه، ولكن تبقى حزب الله يبقى كمنظمة قادر على إنتاج القادة، قادر على أن يتكيف مع الأوضاع الجديدة، وبإذن الله سيتجاوز هذه المرحلة بصبر وبنصر. نعم أستاذ وسام، يعني اليوم هل هدف إسرائيل هو هدف الكيان الصهيوني من يعني الاستشهاد حسن نصر الله خلص ممكن أنه ستتجه إلى التهدئة، ولكن ما شاهدناه العكس أمس بعد الضربة اللي على الضاحية الجنوبية زادت غارات الكيان الصهيوني. ماذا يريد الكيان الصهيوني من لبنان حاليا؟ ماذا نتوقع المستقبل كمحلل سياسي؟ حاليا الإسرائيلي يكثف من عمليات الاغتيال ومن عمليات التجزير لا أكثر ولا أقل، وهاتان العمليتان يعني هذان العنوانان لا يحسن الحرب. والدليل المسار التاريخي أنه قتل مجموعة من القادة ولم تتوقف المقاومة، وقام بالعديد من المجازر في حرب 93 وفي حرب 96 وفي حرب 2006 ولم تتراجع هذه البيئة. يعني لا المقاومة تتراجع بقتل القادة ولا البيئة تتراجع بقتلها من خلال المجازر، وإنما تشحذ الهمم من جديد، تصر أكثر من جديد، تعرف ما هي الوحشية لهذا الكيان من جديد، وما يفرض عليها قتاله بشكل أشرس وبشكل أقوى. وهذا ما أدى إلى الانتصارات عام 93 وعام 96 وعام 2006. نعم أعود مع الأكيد الأستاذ عباس الجبور. أستاذ عباس، لو نرجع لعام 2020، نعم، لما حادثة المطار باستشهاد القائد الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني رحمه الله، كان المجتمع العراقي يمر بأزمة كبيرة، أزمة اختلاف، اختلافات كبيرة جدا، تظاهرات تشرين، ولكن بعد الاستشهاد هناك تقريبا شبه الوحدة اللي صارت، تجمع الكلمة على أنه إدانة هذا الفعل الإجرامي الأمريكي. اليوم لو نقيسها على لبنان، قبل استشهاد السيد حسن نصر الله كان لبنان يعاني من انقسامات بين اليوم الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، ولكن بعد استشهاد السيد حسن نصر الله رأينا بيانات الأحزاب التي كانت منافسة
لحزب الله في الواقع السياسي اللبناني، أيضا عزت وحقيقة دعت جماهيرها اليوم للخروج أو لمجالس العزاء وغيرها من هذه الأمور. هل يستطيع اليوم لبنان استثمار استشهاد أو ببركة استشهاد السيد حسن نصر الله عودة وحدة الكلمة للبنان؟ أكيد أستاذ ظفر، طبعا تحية لضيفك أستاذ وسام ونعزيه بهذا المصاب الجلل ولكل شعبنا اللبناني العزيز. طبعا شوف، دائما الخصومة إن كانت خصومة فرسان ستكون خصومة مهمة جدا. أنا أعتقد السيد حسن نصر الله رحمه الله ترك بصمة في رمزيته، هذه الرمزية الكبيرة، وجعل الشارع، نحن نتحدث عن الشارع ونتحدث عن بمعزل عن القوى السياسية، نتحدث عن الشارع. الشارع الذي ينتمي لهذه القوى السياسية هو يدرك أن هذا الرجل له بصمة وله حكمة وله قدرة على مقارعة الاعتداءات الصهيونية بكل دقة ويعالج الأمور. وأعتقد هو حرب الاستنزاف التي الآن هي تدور، هو يعني كان يدرك تماما بأن الكيان الصهيوني يحتاج إلى حرب بهذا المستوى، وكان يعالج بشكل استراتيجي، حتى أن ضربات حزب الله هي ضربات استراتيجية ترك أثر في نفوس كل اللبنانيين. لذلك اليوم اللبنانيين توحدوا حتى وإن اختلفوا على المستوى السياسي، لأن رمزية مثل رمزية السيد حسن نصر الله أكيد إلها مقبولية جدا، وهذا لم ينعكس فقط في لبنان بل حتى انعكس في الشعوب الأخرى. يعني اليوم إذا ذهبنا إلى التواصل الاجتماعي لم أرى أحدا إلا وتأسف على استشهاد هذا الرجل، واستطاع أن يوحد الكلمة في كل المختلفين لأنه أهميته ظهرت عندما فقدناه. بصراحة إحنا كنا ندرك أهمية هذا الرجل، وكثير من المقاومين والإحرار في العالم يدركون أهمية هذا الرجل. قد تكون بعض الاختلافات السياسية، لكن عندما استشهد على يد الكيان الصهيوني الغاصب أكيد لا يمكن أن يكون أحدا شامتا بهذا الحدث، بل إن التوحد هو الأساس. نتمنى من القوى اللبنانية والأحزاب اللبنانية والمجتمع اللبناني بأكمله بكل أطيافه أن يتوحد اتجاه هذه القضية. هل الكيان الصهيوني يراهن على الممكن؟ طبعا هو يراهن، لأنه أنت تعرف لحد الآن البرلمان تقريبا شبه محطل، رئاسة أيضا مختلف عليها، الوزارة رئيس رئاسة الوزراء يعني انتهت ولايتها ومختلف عليها لحد الآن تصريف أعمال. فهو الكيان الصهيوني يعني يراهن على تفتيت الوحدة اللبنانية. لكن أنا أعتقد هذه الحدث هذا المهم أعتقد راح يوحد اللبنانيين ويجعلهم أن يكونوا يد واحدة لمقاتلة هذا العدو. لأنه عندما جاء الكيان الصهيوني ويقصف اليوم في جنوب لبنان وفي الضاحية وفي بيروت لا يفرق أحدا، لن يقصف أحدا دون الآخر، بل كل شمل الكل شمل جميع المجتمع اللبناني. أيضا من الأحداث المهمة جدا قبل إعلان استشهاد السيد حسن نصر الله تقريبا بساعة إلى ساعة ونصف تقريبا، هناك كانت يعني بيان من الإمام الخامنئي دام ظله. تفسيرك وتحليلك لهذا البيان، أنه حتى تقريبا مضمون أنه الكيان الصهيوني أقل من أن يؤثر على حزب الله بأي عملية. أكيد، شوف، هذا الرجل لديه حكمة كبيرة، وحتى خطابه بعد استشهاد السيد حسن نصر الله رحمه الله واضح. يعني شوف، اليوم المسيرة المقاومة وخاصة حزب الله لن تتأثر، وذكر أستاذ وسام يعني في التسعينات، نهاية التسعينات اختيل السيد عام 1992 اختيل السيد عباس الموسوي، واغتيل الله يرحمهم عماد مغنية وشهداء كثار. نعم. يعني لا يمكن حصرهم في هذا. حتى قبل أيام استشهد عدد من أكيد من أبطال المقاومة وأبطال حزب الله من الصف الأول. نعم. لكن أكو ثوابت. هذا الحزب أسس لقاعدة وأسس لثوابت هذه لا تتأثر بتأثر الأشخاص. نعم، ربما عقلية مثل السيد حسن نصر الله كبيرة جدا. نعم. لكن الحزب لن يتوقف، أكو عقيدة، أكو داخل الإنسان اللي في حزب الله لديه عقيدة، هذه العقيدة يكملها مهما كانت الظروف وما أقساها. وأكو تجربة في حرب 2006 وقبلها. شفنا أنه المقاومة رغم الظروف القاسية اللي مرت بها، لكن في كل مرة
كل كبوة يقوى عودها. فأنا أعتقد حزب الله لن يقف مكتوف الأيد، بالضبط. سيرد، نعم. وستكون هذه الردود حقيقة تفرح الأحرار والمسلمين في العالم. أعود للأستاذ وسام ناصف المحلل السياسي من بيروت. أستاذ وسام، هل الآن يعني بدأت اليوم الحقيقة الأزمة تكبر، الحرب أصبحت بدون خطوط حمراء، خاصة الحرب بين الكيان الصهيوني وبين المقاومة الإسلامية في لبنان، هل وصلت رسائل دولية إقليمية إلى حزب الله لتخفيف الرد على الكيان الصهيوني، وما هو جواب حزب الله على هذا؟ يعني لا شك أن بعد استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله ليس كما قبله، بالضبط. والمقاومة بعده ليست المقاومة كما قبله، لكن ما يمكنني أن أؤكده لك أن ما بعد استشهاده من عزيمة ومن ثبات ومن صلابة ومن توق للثأر سيكون أكبر بكثير مما كان عليه قبل الآن، وأعتقد أن الإسرائيلي سيندم كثيراً لقيامه بهذه العملية، كما ندم كثيرا عندما قام باغتيال السيد عباس الموسوي، فكان سماحة السيد حسن نصر الله خير خلف لخير سلف، نعم. وذهب يعني حصلت في عهده حرب 93 وحرب 96 وحرب وتحرير 2000 وحرب 2006، وكلها كانت لصالح مجتمع المقاومة ولصالح لبنان، وكلها لم تكن أبداً مما تتمناها أو تشتهيه إسرائيل. نعم، هل هناك اليوم أخبار وأنت أقرب إلى الحدث أستاذ وسام على عملية برية مقبلة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان؟ يعني عملية برية جرب الإسرائيلي عام 2006 حينما لم يكن لحزب الله قدرات في البر كما هو موجود الآن، لم يكن لحزب الله العديد البشري الضخم الموجود الآن، لم يكن لحزب الله التسليح الكبير الموجود الآن، هذه نقطة. نقطة ثانية، لم تكن موجودة قوة الرضوان، لأنه في حزب الله يوجد جغرافيا للدفاع عن جغرافيا الجنوب بالحد الأدنى كرأس حربة وحدة مصر ووحدة عزيز، هاتان الوحدتان كانتا عام 2006 ولكن لم تكونا بهذا العديد البشري والتسليح وإلى آخره. الآن أصبحت لا يمكن المقارنة بين 2006 والآن، زد على ذلك قوة الرضوان التي هي قوة تعمل تحت إمرة قيادة المقاومة، قد أيضا تتدخل في الحرب البرية، هذا من ناحية المقاومة. أما من ناحية الإسرائيلي فالإسرائيلي استخدم 5 فرق عام 2006 ولم يفلح في توغله البري وتحقيق أهدافه. الآن هو يدرس تحويل قوات الدعم القتالي إلى قوات قتالية نتيجة النقص في العدد، ويدرس إمكانية تحويل بعض القوات البحرية إلى قوات برية كذلك الأمر نتيجة هذا النقص، وطبعا تحويل هاتان القوتان إلى قوات مقاتلة سيأخذ وقتا كبيرا. من ناحية لبنان يجب أن لا ننسى أيضا أن استشهاد سماحة سيد حسن نصر الله سيجعل المقاومين يقاتلون بثأرية أعلى، هم سيثأرون لإخوانهم في لبنان من ناحية، وهناك ثأر خاص لهم عند الإسرائيلي وهو اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله. نعم، أعود مع الأستاذ عباس الجبوري. اليوم عرفنا واجب حزب الله بعد استشهاد السيد حسن نصر حسب تحليلاتكم أنه الاستمرار على نفس النهج، الاستمرار بنفس الحيوية بنفس الحماس، وأضيف إليهم الروح الثأرية، أكيد. الثأر لروح السيد حسن نصر الله. اليوم واجب محور المقاومة عموما لما نتحدث عن إيران، اليمن، العراق، سوريا وحتى فلسطين، نعم. اليوم ماذا اليوم، هل بنفس وتيرتهم أو لكن هذا الحدث الكبير سيغير بعض الاستراتيجيات، خاصة نحن اليوم ننظر إلى إيران هي قلعة المقاومة، نعم. وقلبها النابض، هل هناك موقف إيراني قوي سنشاهده بالأيام المقبلة بالساعات المقبلة، خاصة أن الأخبار تنتشر أو ممكن على السوشيال ميديا أو إشاعات أن هناك أحد القيادين في الحرس الثوري الإيراني كان موجود في الاجتماع، نعم، مع السيد حسن، نعم، نصر. شوف، خلينا نتحدث عن محور المقاومة منفردا عن الجمهورية الإسلامية، بالضبط. تفضل. محور المقاومة اللي هو غزة، لبنان، سوريا، العراق، اليمن. هذا المحور يتعامل كمقاومة، والمقاومة
لا حدود لها ولا سلطان عليها. ليش؟ لأنه هي نذرت نفسها لهذا المشروع وقتال الكيان الصهيوني. نعم. يعني اليمنيون لديهم القدرة على إيصال صواريخهم بأي لحظة ولن يستطيع أحد إيقافهم، وبنفس الوقت المقاومة العراقية لديها أيضا أسلحة متطورة جدا وممكن أن تكون رقم صعب في المعادلة المستقبلية. الآن قواعد الاشتباك تغيرت، ليس كما كانت سابقا مثل ما قبل أن يستشهد السيد حسن نصر الله. يعني لم تعد هناك أوراق مخفية، خلاص احنا سيد المقاومة استشهد، ماذا ننتظر؟ هذا على محور المقاومة. نعم. أيضا بنفس الشيء فلسطين، في غزة الآن المقاومة في غزة عندها استعدادات رغم مرور سنة كاملة على القصف والقتل والتهجير والتدمير، لكن لا زالت لديها أسلحة ولا زالت لديها أن تفرض قواعد اللعبة داخل المشهد، مشهد القتال. إذن قواعد اللعبة بها نوع من التغيير على مستوى المقاومة، نحكي لك. نعم. في اليمن، في العراق، في لبنان، في سوريا، في غزة، هي اليوم أكيد سيكون استمرارها وضربها وروحيتها مثل ما قلت حضرتك ستعتمد على عاملين. العامل الأول هو استمرارها وإثبات للآخرين بأن المقاومة ستستمر ولم تتأثر. نعم ربما نتأثر عاطفيا، بالضبط، نتأثر معنويا ببعض الشيء، لكن العقيدة والمبدأ والهمة ستبقى. بالإضافة إلى أنها عامل الثأر، اليوم عدوك إن أوغل في جراحاتك لازم أن تنتفض، وأعتقد انتفاضة المقاومة ستكون خلال هاي اليومين أو في الساعات المقبلة. نعم. هذا بالنسبة لجانب المقاومة، محور المقاومة. بالنسبة للجمهورية الإسلامية موقف حساس، أنت تعرف حضرتك إسرائيل تريد جرها إلى معركة حتى تجيش العالم، حتى تجيش العالم وتقول أنا اعتدت علي دولة إيران كدولة، كدولة. نعم. وبالتالي راح تجيب تحالف، وهذا التحالف سيتحدث بمفاهيم المجلس الأمن والأمور الأخرى، وبالتالي سيكون الموقف جدا حساس. لكن الجمهورية الإسلامية لم تقصر بشيء أبدا، فهي دعمت المقاومة وكانت الأب الروحي لكل أنواع المقاومة، سواء كانت في لبنان أو في سوريا أو في اليمن أو في العراق أو في غزة. نعم. أعتقد أدت دور كلش كبير، ولكنها هي أذكى من نتنياهو وتمتلك الحكمة. يعني عندما اغتيل الشهيد إسماعيل هنية، إيران لم تعتمد ردات الفعل العاطفية، لأن الكيان الصهيوني لم يعترف صراحة بأنه هو من قتل، عكس الاعتداء على السفارة الإيرانية في دمشق. نعم. نعم. رد بالوعد الصادق. نعم، رد بالوعد الصادق. فلذلك عندما لم يرد، البعض كان قال أنه لم يرد. نعم. طبعا أكو أبعاد استراتيجية وأكو حكمة بالموضوع، أنه اليوم أنا عدوي أضرب عليه صاروخين، 3 صواريخ، 10 صواريخ، أهدم له كم بناية، لكن أبقى ما أضربه إلى أن حالة النفسية عنده، شو وقت يضربني، شو وقت راح أصير الضربة. فالقيادة الإيرانية امتلكت الحكمة، لم تمتلك ردات الفعل، لأنه لو امتلكت ردات الفعل لإسرائيل جيشت عليه العالم وخذت قرار من مجلس الأمن لضرب إيران، لكنها فوتت الفرصة على هذا الهدف اللي هم يسعون له. بعد استشهاد السيد حسن نصر الله ما لحد الآن أنا استمعت إلى رسالة السيد علي الخامنئي الله يحفظه، وأعطى تعبير صادق بأنه خلع ملابسه وارتد البدلة العسكرية، وهذا دليل قاطع على أنه يمتلك روح المقاومة في كل لحظة. لكن كرد أكيد سيكون هناك رد، هي القيادة تقرره. لكن عندما نأتي إلى المقاومة، المقاومة لا، المقاومة تستطيع أن ترد في أي لحظة. هل سنشاهد هذه الليلة ليلة نارية على الكيان الصهيوني، أم تتوقع أن مثلا، يعني والله حتى صعب أتكلم، بعد دفن الجثمان الطاهر؟ أنا أعتقد المقاومة حسب المعلومات اللي يمتلكها من خلال قراءتي للواقع وتواجدنا في محفل الإعلامي والأخبار، المقاومة
ستستعد أو الآن استعدت إلى ضربات موجعة داخل الكيان الصهيوني ثأرا للشهيد سماحة السيد حسن نصر الله. نعم، أنتقل إلى الأستاذ وسام ناصيف. طبعا أحبة المشاهدين، هذه الصور المباشرة عبر قناة الأيام الفضائية لتجمع أو لتظاهرة أو لمسيرة شعبية في العاصمة بغداد تنديدا باغتيال سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله. نعود مع الأستاذ وسام ناصيف المحلل السياسي من بيروت، ورحب بك من جديد أستاذ وسام. نعم، أهلا وسهلا فيك حضرتك. أبدأ معك بنفس السؤال الذي سألته للأستاذ عباس، هل سنشاهد ليلة نارية على الكيان الصهيوني في الساعات القادمة، أو حسب توقعاتكم وأنتم أقرب إلى الحدث، هل هناك سيكون استعداد أكبر أنه مثلا يوم يومين بعدين تكون الهجمات الصاروخية لحزب الله على الكيان الصهيوني؟ يعني مما نعرفه عن حزب الله لا يتعاطى بردود الأفعال والانفعال. نعم. هو يتصرف بحكمة، يتصرف بحنكة، يتصرف بدراية بوعي، لا ينجر لما يريده الإسرائيلي وإنما لما يراه هو مناسبا. بناء عليه أنا أعتقد أن يعني يوجد بعض مسألة تشييع سماحة السيد حسن نصر الله. هذا عامل كبير، وهذا محطة كبيرة. أعتقد أنه أنا أظن أن المسائل وإن كانت بشكل جزئي الآن سيكون هناك ردود على الكيان الإسرائيلي، ولكن أعتقد أن الرد الأساسي سيكون بعد التشييع وليس قبل التشييع. نعم. على ما هل لديكم معلومات عن توقيت التشييع؟ كلا، حتى الآن لم يعلن حزب الله عن هذا الموضوع. أستاذ وسام، هذا تكلمنا اليوم على رد المقاومة، اليوم حزب الله هل ممكن يعطي رسائل إلى محور المقاومة في اليمن، في العراق، في سوريا، في حتى في غزة، ممكن الاستعداد لتوجيه ضربة موحدة؟ يعني بما أعرفه عن حزب الله أنه لا يعني يعتبر أن هذا الثأر ثأره، فلا أظن أنه قد يطلب من الآخرين. قد يكون هناك تنسيق ما ممكن، ولكن أعتقد أن الثأر لأمينه العام يعتبر أنه مهمته وواجبه وهو من سيقوم به. نعم أستاذ وسام، أعود مع الأستاذ عباس الجبور. أستاذ عباس، حسب كلام الأخ أو الأستاذ وسام ناصيف أنه تقريبا أنه بعد التشييع ستكون ممكن هناك ردة الفعل الحقيقية والرد والضربة الثأرية بدقيقة واحدة. نعم. أين دور الجامعة العراقية، عفوا الجامعة العربية، وأيضا اليوم المؤسسات والجمعيات الإسلامية، أين دورهم الذي يحصل في فلسطين وفي لبنان؟ يعني الجامعة العربية للأسف ميتة سريريا وتم تشييعها، فلا تعتب على الجامعة العربية، لأن الجامعة العربية في أعداد الموتى ولا نعول عليها أبدا. أما الأنظمة العربية التي سارت في طريق التطبيع هي جزء من هذه المؤسسات التي نتحدث عنها، التي تقول أنها حقوق إنسان و يعني ما تدعيه للأسف الشديد أن كل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التي تدعي الديمقراطية والحرية وكرامة الشعوب هي دكاكين عائدة لأمريكا وأتباع أمريكا. فلا عتب عليهم، أننا نعول على المقاومة وعلى محور المقاومة هو الذي سيكون يفشل المشروع. نعول على الميدان. ميدانا طبعا. نعم، كل التحية والشكر لك الأستاذ عباس الجبور مدير مركز رفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية. كل التحية والشكر والتعزية الكبيرة للأستاذ وسام ناصيف المحلل السياسي. شكرا من العاصمة اللبنانية بيروت. كما ختمت يوم أمس تغطيتنا الاستثنائية كما قالها سيد المقاومة، المقولة الشهيرة إن شيعة علي ابن أبي طالب لن تترك فلسطين. إلى هنا تنتهي التغطية، نلتقيكم بتغطيات ومستمرة تغطيات قناة الأيام الفضائية لهذا اليوم. إلى اللقاء.